먹을 거소도 가가 기코비 바이바 디비랑 한 우리나 갈비다가 다시 먹을 거소도 세야 시다 기코비 바이바 디비랑 한 우리나 갈비다가 다시 먹을 거소도 가 كرين شق موسى عا وحلك محانو تاجنا هنا نعبا يسوع دويه أو طوام بيرد قد كتشر إلى على وجهكسو داي برحلك نتاجنا وحنا كلا عاد السلام يا أمة الصوماليات عاد كوبضنا عا وكسو قب قش يسوع دوي أنت عباي فرحد وين بريئتا أنت نصومالي عباي كسو قب قشي هنا دوي سمركو قد كتشري عاد بنا يني السلام يا ورياش السلام عليكم ما قعيوا نجمع عبد كرين شق موسى وحنا درين كي كعبير ماشان عاد يا داي أنا فرح صنع madam abaa abdikariin la soo deeyay oo waawa arabna inaan aragno haduu ilaahay noo galaado insha allah marka een shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maadaama ay ka dhidhiyeen abaa dhibaatooyinka lagu sameeyay ku sameeyay dad aan bilaadnimada waxba ka aqoon aad ayay u mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed aad ayaan ugu hambalyeynayna bulshooyinka meesha isku imaatay dhamaan ummada soomaaliyeed oo meesha isku imaatay aad ayaan ugu mahadcelinayaa na maasha isku yimid waxa idin leeyahay hambalyo adeerkan Cabdigiri Sheekh Muuse oo hadda korna laga dhiibay maxaan ku dhahay Soomaali gudheeda ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayna maasha Allah adeer waan ku heelanaa kulana saamay Soomaali weyn ana dad ma kala qad qaadi kare san Soomaali weyn una waan ku heelanahay adeer hambalyaan ku leenahay soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaya dhamaantina idinkana wad mahadsantiin inta wareeyaasho maashi taagan بسم الله رنتي عاو هلكن فرحت ضيد آدي آد لما نسوي كوبي كره حتى هذا الكبار قصة بحلا وحن آدي آد أبو فرح سنة هاي إن وحن إمتى نوقف الصوم على يد أي سوق صوب بحن سردوا إمتى عبد الكريم شيخ موسى وعاو السوق يا رنتي معلمة مرقة بدن بنصام الرأي معلمة ملو بنصام الرأي لكن ما أنت هو معلم فرحت آد ومعلم محن كل على أي أمد الصوم أمد الصوم على آد وفرح سنة هاي marka dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa baahi dareenkayga aad baa u kacsan yahay shucuurteedana aad baa u kacsan tahay waxaan soo dhaweynayaa mudane qalbi dahab oo aad u faraxsanahay soo dhaweyntiisa soo imaanshihiisa alxamdulillaah ilaahay baa mahadda iska leh waxaan leeyahay madaxdii dhiibtay kulli ani madaxii ma aha nimankaas kulli caawa qalbi xuma ku jira qalbigoodana aad u xun yahay
والله يعني أدب أنا فرحنا بالشيء الصوماليين أدب هو ذا فرحنا يين أنا وذا فرحنا إن مقعد أحمد هيبة عبد الله إن رون أنتي درن كي أدب هير سرقية هاي إن واحد هل كان أتاجنا هاي عاو أنه هو نمت مغرب كي إلا عاد برنا هل كان أتاجنا هاي إن هل ييجي وينا عبد الكريم شيخ موسى قلب دجا قلب نورية دل نورية يعني هل كان أتاجنا هاي ما إن شاء الله ونسود وينينا وبدك وحنا كدي دي سومالي نمو إن أريد دي أد بالوغو قلدمي إن عدوال بو دباتو قيستينا ما نينا ما انتهم بحساب تمي دوران انتن هاد ماشي تاقلنا وانتي كدي دي سي عبد الكريم موسى قلب دقاح إن ما انت بنان كي يمادو وايو عبد الكريم وانين إن أد نوغوين وهل يسو إن دقال لمي هادي قران كي سوماليا نقطو هادي اي نقطو محل دي جري قميستيه وانين آد يا آد نوغو مهيمة آد بانوسو دوينينا وعبد الكريم وانين ميلو النورية له وقلب النورية وقلب دجية رنتي واحان كتر ما مقرانا عاونا أساقان هالكا وطاقنا هاي وانا سو دوينينا آدير قلب فران كسو دوو قلب فران سوغل سو دوو سينا بادك سو دوو ما انت شعورتنا عاو شعورتنا لما كوبي كرا سا انا قليرتا اسلي مركات عبد الكريم قلب دقاح آد بانوسو دوينينا ومارتاي قعدو كصفحي انت مارتاي كجيستي انو سو دايانا اد بيقم هسيهين سعورتنا لو كومي كرا ما شاء الله اد بنا فرح سنة انا رحيم وان سلام يا دمان شعب وينا صوماليات شعب كروغ هذينيا يا دمان مسلمين دمال كسا شوان عاوة وهبين اد ياد وفرح دوين دمان بلشو صوماليات تروغ هذينيا قف قصتو صوماليا او دمير كيسفو يوي هاي عاوة وحويان هبين وين انسود وينو هالقمي عبد الكريم شيخ موسى قلب دغه او dowladda Soomaaliya uga angalisay cadawgiisii soo jireenka Ethiopia marka ee dhamaan dadkan meesha joogtan waa dad Soomaaliyeed waxay ka xun yihiin ee dhacdadii dhacday waxaas laakiin farxad ah maanta in Cabdi Kariim uu xor yahay oo nu soo dhaweeyno marka waxaanu leenahay qof kasto oo Soomaali ah oo ka dhidhiyay ee qabashadii iyo isu dhiibitaankii Cabdi Kariim loogu gacan geliyay cadawgiisii ee hanbal iyo hanbal ee shacabka Soomaaliyeed ayaa guuleystay dhamaan family-ga iyo cid kasta iyo ururki uu ka tirsanaa halgamaa Cabdi Kariim Sheekh Muuse waa farxad baa u tahay hanbal aanu leenahay waan soo dhaweeyna shucuurtanaduna caawa lama soo koobi karo waan idin salaamaynaa guuleysta meel kasta joogtaan insha Allah taala waan soo xiri doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan u taaganahay inaan soo dhaweeyno qalbi dheeman oo runtii mujaahid Soomaaliyeed ah runtii waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaali qiirada iyo midnimada Soomaaliyeed ee u soo dhoweynayaan ee u taagiyeen albaabka gudihiisa qalbi dheeman oo runtii aan aad maroobo iyo saxaabada heeba ee doonayna halgameega ah ee u dhimeenayna mujaahidkeena runtii waxa ay u leenahay Soomaaliyeey gacan furi aan ku soo dhoweyno aad baad u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Farxaan Xukun Xuseen ku nool magaalada Nairobi caawa waxaa meesha isku nimaanay inaan soo dhoweyno halgamaag weyn عبد الكريم شيخ موسى قلب دغح ان عمر دويت لغا سدايا حبسي كيا ليتوبيا وحان مهد وعليلينا امه الصوماليات دمان ترينكدو موجيساي صومالي نيمو ان صوماليدنا waxay عبد الكريم iyo dadka lamid ahna waa dadka ay rabo inay Soomaalidu ilaashato ان marka waxaan leenahay soo dhawow عبد الكريم oo ku faraxsanahay in lagu soo daayo waxaan umada Soomaaliyeedna way soo dhaweenayaan aad baan u waasanahay qalbi dagax thank you